أول وآخر مرة في حياتي أقرأ رواية ديستيوبية، ولكن بنسبة 100% مش هتكون آخر حاجة أقرأها لدكتور أحمد خالد توفيق الله يرحمه. لو احتاجنا تقديم لدكتور أحمد خالد توفيق مش هنلاقي أحلى من التقديم اللي هو قدمه لنفسه. دكتور أحمد خالد توفيق كان بيقول: لا أعتقد أن هناك كثيرين يريدون معرفة شيء عن المؤلف، فأنا أعتبر نفسي بلا أي تواضع شخصا مملا إلى حد يثير الغيظ. بالتأكيد لم أشارك في اغتيال لينكولن، ولم أضع خطة هزيمة المغول في عين جالوت، لا أحتفظ بجثة في القبو، لا أحاول تحريكها بالقوة الذهنية، ولم ألتهم طفلا منذ زمن بعيد. الدكتور أحمد خالد توفيق. والرواية طبعا اللي احنا بنتكلم عنها في الفيديو دوت هي الرواية اللي انتم شايفينها دي، اللي هي في ممر الفئران. غلاف الرواية بسيط ومعبر عن أداة تم استخدامها بشكل مستمر في الرواية، وهي الولاعة، وكان سبب في دخول بطل الرواية في أحداث ومتاهات معقدة أكبر. وفي مقدمة الرواية هنلاقي ان الدكتور احمد بيوضح ان الرواية ما هي الا تعمق بشكل اكبر لقصة اسطورة ارض الظلام اللي سبق وقدمها في سلسلة ما وراء الطبيعة. اول لما جيت اقرأ الرواية ما كنتش عارف يعني ايه رواية ديستيوبية اللي موجودة في ظهر الغلاف، لكن بعد ما شفت احداث الرواية وصل لي مفهوم الرواية الديستيوبية عن طريق الاحداث. الرواية الديستيوبية هي رواية بتدور في عالم خالي تماما من المبادئ والقيم اللي موجودة فينا بطبيعتنا كبشر. يعني مش مطلوب منك قبل ما تقرأ الرواية انك تشوف كره وظلم زايد عن الحد وخيانة زايد عن الحد وتتفاجئ، لان انت اصلا في المدينة الفاسدة، انت جوه عالم ديستيوبي. والرواية بتاعتنا بتتمحور حوالين شخص الشرقاوي في الحياة العادية وفي ممر الفئران اللي بينتقله بعد ما بتحصل له غيبوبة. في اول كام فصل من الرواية، الرواية بتحس كده ان هي بتنقلك بين عالمين: العالم الحقيقي اللي عايش فيه الشرقاوي اللي هو الشخصية بتاعتنا، والعالم التاني الخيالي اللي الشرقاوي فيه بيجسده شخص اسمه رامي، مع بعض الشخصيات التانية الجانبية اللي انت في بداية الرواية ما تحسش انها مؤثرة بشكل كبير، ولكن لما بتبدأ تتعمق في أحداث الرواية بتلاقي دورهم فعال. فبالتالي انت في أول كام فصل في الرواية بتفضل متشتت بين الشرقاوي ورامي، العالم الطبيعي، ممر الفئران، لحد ما بنيجي لفصل محوري من فصول الرواية اللي هو عصر جديد. بتلاقي ان التشتت دوت بدأ يروح بس مش قوي، الصورة بدأت تبان قدامك شوية ولكن ضبابية إلى حد ما. كانت عندي تخوفات كثيرة جدا وانا بقرأ الرواية، أولها المصادفات بعد أول مصادفة حصلت في الرواية، لكن المخاوف ديت كلها راحت لأن الدكتور أحمد خالد توفيق قدر بعد كده ان هو يعتمد على الواقع بشكل اكبر، مش بس حبكة الرواية كلها قايمة على صدف. التخوف التاني برضو كان من تقديم الشخصيات. انا عمال وانا بقرأ اشوف شخصيات عمالة تطلع وتنزل ما تقدمتش بشكل حلو، انا معرفش عنهم اي حاجة تقريبا، ولكن دكتور احمد كان دارس كل حاجة كويس. واثناء ما انت بتقرأ في الرواية بتلاقي ان صورة كل شخصية بدأت توضح قدامك بشكل اكبر. تأثر دكتور احمد بمجاله الدراسي اللي هو الطب كان واضح في مشاهد كتيرة جدا في الرواية، وبرضو الثقافة اللغوية. وانت بتقرأ كده بتحس ان انت بتقرأ لكاتب تقيل. انا مش عارف ازاي دي الرواية الوحيدة اللي انا قرأتها لدكتور احمد. الرواية بتاعتنا برضو غنية بالجمل الصالحة للاقتباس، ويمكن ده ظهر بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا خصوصا وقت ظهور الرواية. ومن الحاجات اللي عجبتني جدا في الرواية ديت هو ان الاعتماد على الحوار المباشر بين الشخصيات كان قليل، وفي نفس الوقت انت مش محتاجه. حاجة اخيرة بس بخصوص النهاية بتاعت الرواية، لان عليها لغط كبير جدا، في ناس بتقول ان النهاية بوظت معنى الرواية وان النهاية غير مناسبة للقصة اللي احنا ماشيين بيها، ولكن واضح ان الناس ديت نسيت ان احنا اصلا في رواية ديستيوبية، احنا في المدينة الفاسدة، فطبيعي جدا ان شخص الشرقاوي او شخص رامي في ممر الفئران يسعى لمصلحته هو بس. انتوا ليه مستغربين ان هو عمل حاجه زي كده؟ احنا في المدينه الفاسده يا جماعه. فبالتالي من وجهه نظري انا شايف ان النهايه مناسبه جدا لروايه ديستيوبيه بتجيب لك اكتئاب وتقرفك من الدنيا كلها زي في ممر الفئران. مشكلتي الوحيده بس مع الروايه هو استخدام احمد خالد توفيق لعبارات بتوصف نفس الحاجات اكتر من مره على مدار الروايه كلها. يعني مثلا الوصف في ممر الفئران اتكرر اكتر من مره تقريبا بنفس الجمل وبنفس الكلمات، وصف الشخصيات وحالاتهم اتكرر برضو اكتر من مره في اكتر من فصل. وبالتالي السبب الوحيد هو ان القارئ ممكن يجي له حته كده يكون فيها كونفيوزد شويه، ان انا مش عارف انا فين بالظبط. فبالتالي احمد خالد توفيق بينبهك بيقول لك احنا دلوقتي بنتكلم على فلان اللي هو كذا كذا كذا، دلوقتي في المكان الفلاني اللي الخواص بتاعته كذا كذا كذا، لان هو تقريبا ما كانش واثق في القارئ اللي بيقرا، هو كان مغرور جدا الصراحه. في النهايه لو انت مستعد ان انت تقرا روايه تجيب لك اكتئاب وتعيشك في عالم مظلم واقع مرير لمده شهر تقريبا او شهر ونص حسب طبعا المده اللي انت تقرا فيها الروايه، فانصحك ان انت تقرا روايه في ممر الفئران. لو انت مهتم اكتر بالاسقاطات على المجتمع بتاعنا برضو روايه ممر الفئران تعتبر روايه كويسه جدا وغنيه بالحاجات دي. تستحق القراءة، تستحق الإشادة، الكاتب بتاعها يستحق المدح وكل الكلمات اللي توصف كاتب عظيم
زي دكتور احمد خالد توفيق. لو انت قرات الروايه ممكن تقول لي رايك تحت في الكومنتس، ولو في كتاب برضو عايز نعمل له حاجه زي ريفيو كده سريع هنا على القناه يا ريت برضو تقول لنا عليه في الكومنتس. ولو عجبتك الحلقه يلا اعمل لايك وشير للحلقه، لو مش عامل سبسكرايب انزل اعمل سبسكرايب، ولو عامل سبسكرايب ومش فعل التنبيهات انزل فعل التنبيهات علشان تجيلك الحلقات الجديده اول باول. وبس كده، سلام عليكم.